اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو مع قناتي وقناتكم فاتيموند. اليوم غادي يكون افتتاح مشروع جديد في مدينه تازة. بغيت نتقاسم معكم هذا الفيديو، خليكم معايا ما تمشيو فين، وفرجه ممتعه. معنا ضيوف اخترنا لكم مبدعة وطنية يشع الآن أو أصداؤها على المستوى العربي والدولي، كذلك مبدعنا ومبصرة مدينة تازة سفير إبداعنا، وكذلك مبدع من الحجم الثقيل رحل من بريكسل إلى مدينة تازة ولأول مرة. نبدأ بالمبدعة لمياء الزيدي. مبدعة أسست باسمها وحصلت مساء النور. مساء الخير تازة. أنا بزاف كنت معكم لأول مرة، أنا أول مرة غنجي تازة. فرحانة بهذا الاستقبال الزوين، فرحانة بهذا الناس الغزالين اللي مشرفينا اليوم في الافتتاح، وكنتمنى إن شاء الله وإن شاء الله غدوزوا معنا سهرة زوينة بزاف. فرحانة بكم. Thank you.
Thank you.
شاركت معكم في هذا الفيديو اللي كانت فيها سهرة اللي شارك فيها الفنان الكبير الدوزي ولمياء الزايدي بمناسبة افتتاح أغورا بارك في مدينة تازة. نتمنى الفيديو ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. نتلقاو في الفيديو المقبل إن شاء الله. نقول لكم السلام عليكم. يلا باي باي.